انا بقولها قدام منكم طبعا، واقولها قدام الدنيا كلها، انا غير راضي عن تصرفاتي، لان تصرفاتي دي سببت لنا احنا ازعاجات كتيره. اولا في ناس راضيه وناس مش راضيه، الناس اللي مش راضيه زعلانه مننا احنا شخصيا، خدت بالك انت؟ وفي نفس الوقت احنا محرومين منه، يعني انا اب في السن ده وامه ست مريضه، يعني نحب نبقى جنبنا لانه لو انا ما توفاني الله سبحانه وتعالى وما شفوش ضنايا وما اقدرش اشكر حبه، ما اقدرش اقول اني مش بحبه، ده ابني. ولكن الغلطه الكبيره ان الاولاد مش دايما بيسمعوا يعني اراء الاباء، هم شايفين الدنيا بعين واحنا شايفينها بعين تانية خالص. احنا شايفين انه الحكم واللي بيحصل ده دول متخصصين وناس متخصصه فيه بتحكم على الاوضاع، خدت بالك؟ ده مش شاننا احنا، احنا ناس على قدنا، بمعنى ان احنا يا دوبك نصلي ونشوف فرائض اللي علينا ونشوف ايه اللي مطلوب مننا بالظبط، وما نزعلش حد مننا لا كبير ولا صغير، وما يهمناش رضا ناس يكونوا مثلا هم اللي بايه؟ هم اللي بيستفيدوا من الوضع ده. هو في ناس ما اعرفش هم مين، لكن في ناس بتستفيد من الوضع ده. وانا بقول ان مصر امانه في رقاب الكل، مصر امانه في رقاب الكل، ما ينفعش العبث بيها، لانه بلدنا لو حصل فيها اي انقلابات او اي حاجه هتتحول لاي زي اي بلد، زي ليبيا، زي سوريا، زي العراق، زي اي بلد حصل فيها ده، كل يوم والتاني قتلى وجرحى وعدوات مستميته بين الناس وبعض. اذا مفيش حد مستفيد من الوضع دوت الا اللي قصدهم يخلصوا، اللي قصدهم يخربوا البلاد، خدت بالك؟ فانا بتمنى ان تبقى مصر امنه مطمئنة هي وأهلها، وأفضل إن أنا دايما أعيش على أرض مصر وأموت على أرضها وأدفن في أرضها، خدت بالك؟ وأتمنى لأولادي كلهم إنهم يجتمعوا معايا على الخير ده، أتمنى إن هم كلهم يفهموا الكلام اللي أنا بقوله، وريت كلمتي توصل لعبد الله عشان خاطر يفهم إن أنا غير راضي يا ابني على اللي أنت بتعمله ده. يعني مش عايزين حد يبص لنا بصه ان احنا عايزين نخرب البلد او اي حاجه، ولكن الناس كلها عارفه محمد الشريف، ان محمد الشريف ده اتربيت ومن وانا صغير وابويا كان خطيب مسجد، وانا بفضل الله كنت متولي امر مسجد سنين عمري كلها، عمري ما حد سمع مني كلمه خارجه، طول عمري بتكلم مع الناس فيما يخص الناس من شؤون العباد دينهم وعباداتهم، عمري ما خضت في السكه الثانيه، لانها زي ما قلت لحضرتك دي لها ناس متخصصين. هقول له يا ابني كفايه كده وارجع. هقول له يا ابني كفايه يا ابني احنا محتاجين لك. هقول له كفايه احنا محتاجين لك يعني. ارجع كفايه. ارجع يا عبد الله عشان تقعد في وسط اهلك. مالكش دعوه بالناس الثانيه اللي هم عايزين يمشوا في الطريق ده. دول يا ابني لهم فكرهم وتصرفاتهم، واحنا لينا يا ابني طريقتنا الخاصه بينا. واسال الناس كلها علينا وعلى عبد الله، والله عبد الله ما شاء الله كان هنا محبوب لكل الناس، عمره ما تصرف تصرف فيه شذوذ ولا اي حاجه يعني خارقه عن العاده.
طول عمره مستقيم وماشي ماشي في السكه السليمه. الكلام اللي حصل له هناك وانا ما اعرفش الكلام ده حصل لعبد الله هناك. فانا لو قلت انا بضربه من ضروب الكذب انا ما اعرفش ايه اللي خلى عبد الله يتحول عادي زي ابن مسافر سلم علينا والله الشغل انا اروح اشتغل هناك والدنيا هنا ضيقه لان احنا فعلا حياتنا ضيقه. يعني هو لما قبل ما يسافر راح استلف لي من الناس 15000 جنيه كان عليه هو 7000 سدهم وانا كان عليا 8000 جنيه سدهم وانا بقيت ابكي. بس هو ده اللي حصل.